مشاهدي قناة الشرق، أنا شفت في مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية بالضبط أنا في شاطئ المركز. مؤخرا واحد فيديو اللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي هو أنه تم تصوير أحد أسماك القروش اللي كاينة هنايا، أسماك القرش اللي قدروا نقولوا قالوا واش روكا واش دلفين واشنو الله أعلم. هذا الفيديو هذا اللي نقدروا نقولوا دار واحد ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل بدا كيتكلم عليه، الكل موضوع الساعة ما كيتكلموا غير على القرش اللي خرج في هذه البلاصة هذه. واش فعلا سمك القرش؟ واش فعلا هو روكا؟ واش فعلا كاين سمك القرش هنا في شاطئ المركز؟ الله أعلم. هنا يمكننا نطرحوا عدة تساؤلات، هنا يمكننا نطرحوا عدة تساؤلات ونقولوا واش سمك القرش كاين في المحمدية؟ واش سمك القرش هو اللي كيعض بنادم كياكل بنادم ولا لا؟ الله أعلم. فمن خلال الفيديو هذا غنقربوكم باش تعرفوا وتشوفوا هذا سمك القرش اللي قالوا، فأنتم الإخوان خليكم معنا باش غادي نوريكم الفيديو اللي بان فيه سمك القرش هنا في مدينة المحمدية، وغادي نقربوكم أكثر باش تعرفوا وقولوا لي في التعليق واش نظركم هو سمك القرش ولا ماشي سمك القرش؟ الله اعلم. يعني هانتوما الاخوان كيما كتشوفوا معنا، خليكم معنا مشاهدينا الكرام، غنوريكم باش تشوفوا يعني ما كيفاش مزيان، يعني هانتوما نحاول نقربوا لكم باش تشوفوا اكثر. يعني هانتوما الاخوان هذا هو سمك القرش الاخوان اللي بان هنا، خليكم معايا مشاهدينا الكرام. ها هو الاخوان يعني كيف ما كتشوفوا، يعني واش حقا سمك القرش ولا ماشي سمك القرش؟ الله اعلم. يعني هو كما قلنا عنده الزع، عنده الزعلوفه ديال سمك القرش، عنده يعني الفصاله ديال سمك القرش، ولكن واش هو دلفين ولا سمك القرش؟ ما عرفناش. يعني شنو اللي خلى يعني مؤخرا ولينا كنشوفوا يعني واحد عدد كبير ديال اسماك القرش اللي كتباين في مدينه المحمديه، عدد كبير ديال اسماك القرش اللي ولات كدار هنا في مدينه الزهور، خصوصا الدلافين. دلافين واحد النهار يعني مؤخرا خرج واحد دلفين ميت هنا في مدينه المحمديه، مؤخرا خرج دلفين اخر ميت عاوتاني في شاطئ ديال الصابلات، وهنا كنشوفوا عدد كبير ديال الدلافين اللي موجوده هنا في مدينه المحمديه. هنا كنطرحوا عده تساؤلات، واش نقدروا نقولوا ان الدلافين او القروش هنا كاينين باعتبار ان هنايا المحمديه فيها يعني الحوت بكثره، فيها الحوت موجود، هادشي اللي كيخلي ان سمك القرش او الدلفين كيدخل هنا باش انه يقلب، ونقدروا نقولوا ان سبب المفيطه يعني المفيطه او كما كنقولوا حنايا الاسماك كتخرج تقلب على ما تاكل في هذه البلاصه هذه، هادشي اللي قادر نقولوا انه بان في هذه البلاصه في هذه البطاقه هذه. يعني ما عرفناش واش فيت لكم انتم شفتوه، واش فيت لكم شفتوه يعني سمك القرش على المباشر، واش فيت لكم شفتوا شي دلفين على المباشر؟ فبزاف ديال الناس يقولوا انه في اكادير الشمال كيظهروا بطريقه طبيعيه بطريقه عاديه، كيبان كلشي كيشوفوا هنا في مدينه المحمديه. مجرد الفيديو ما يعني انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كلشي بدا كيتكلم عليه، كلشي بدا كيقول يعني كثرات الكومونتيرات كثروا الهضره، ها اللي كيقول صافي المحمديه مشاو فيها، ها اللي كيقول الناس المحمديه اللي غيتبحروا في المركز البركه في راسكم، ها اللي فهذه الاخوان لدى يعني راه ماشي سمكه وحده جات كتعوم هنايا ومشات بداو ركبوا الرعب في عباد الله، راه ماشي يعني حوته جات تعوم هنا ومشات نقولوا وناري غيموتوا الله الله اللي كيتبحروا في المركز معاهم الله اليوم الله. فهانتوما الاخوان احنا كنصوروا ما كاين والو، البارح يوم الاحد كانت الدنيا عامره، يعني شاطئ المركز كان ممتلي على اخره، ما غتلقاش بلاصتك. فهانتوما كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه، هذا هو الشاطئ اللي نقدروا نقولوا دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قالوا انه يعني البعض قال انه سمك القرش، البعض قال انه دلفين. يا واش دل سمك القرش غيشكل خطوره؟ واش سمك القرش غيشكل خطوره على الناس اللي كيعوموا هنا؟ واش سمك القرش خطير؟ واش الدلفين حتى بحد ذاته حتى هو كيشكل واحد الخطر على السكينه؟ الله اعلم. المهم المعلومه اللي غناكد لكم هي حقا خرج هنايا يعني حوش كبير، ولكن واش سمك القرش ولا دلفين؟ الله اعلم. راه ورينا لكم في الفيديو، ما كرهناش انكم تخلونا في التعاليق وتقولوا لنا واش هو سمك القرش ولا كيف ما كنقولوا حنايا غير دلفين عادي، ما عرفناش الله اعلم. خلونا في التعليق قلنا اش بالكم في الدائره هذه. إلى هنا مشاهدي قناة الشعب، أنا شفت فينك شبيبة القدر، على أمل أن نلقاكم في مباشر آخر، شكرا وإلى اللقاء.